قايد بالنسبة لي أنا كإنسان جزائري إنسان كان خدام في خدمته خدم بيريود هذه اللي خدم فيها أحكم البلاد 9 شهور هذه نجم نقولهم أصرا فيها حتى ديقة نحمد ربي الحمد لله وندعو له بالرحمة بس كورا أخونا أرانا قاعد جزائريين وربي يرحمه إن شاء الله الحوس الحرية استقلال الجزائر دولة القانون لكل ذي حق حقه أما بالنسبة للموت قايد صالح كان شيء طبيعي ناس كلها تموت كان اللي متعصبين يقول لك الله لا يرحم العظم وكان اللي يقول لك الله يرحمه بالنسبه لي انا ما يهمنيش امره وفاته المانيه شي حق وكنا نستناو فيه يموت بمناسبه الموت تاعه ونتمناو يخلفوا انسان صالح مير جيناقي جيكول الله يرحمه ان شاء الله في الجنه ان شاء الله في الجنه ان شاء الله ونقول مسيو هذا لو بريزيدون لو نوفو بير مسيو تبون ربي يعاونك ربي يعاونك ربي يعاونك وان شاء الله نعاونوك نعاونوك حنا القارين نعاونوك نعاونوك نعاونوك